إدارة القوة الجوية تسمي الكابتن راضي شنيش المدربة لفريقها الكروي، والتفاصيل مع الزميل أحمد العطواني. اليوم على بركة الله تم الاتفاق مع الكابتن القدير راضي شنيشل لتدريب فريق نادي القوة الجوية لما تبقى من هذا الموسم. طبعا الكابتن تم تسميته مع كادر المساعدين المؤلف من الكابتن نزار أشرف والكابتن جبار هاشم ومدرب الحراس صالح حميد. احنا قبل فتره قبل لا نجيب احمد خلف كان عندنا اتصال وياه بعد ما انتظرنا وصبرنا على كابتن ايوب، فشفنا هذا الكادر التدريبي هو الملائم للفريق ان شاء الله. فريق جوي فريق مهم وصعب في نفس الوقت، والتدريب اذا ما بصعوبه ما بلذه حقيقه. الان يمر بوضع صعب نفسي ليس الا هو كفريق، هو فريق يعني جيد صراحه وبعناصر النجاح ان شاء الله جيده موجوده. فتكلمت مع الاداره حقيقه عوامل اللي تساعد على انه نجاح الفريق، يعني يجب ان لا تكون هنالك مشاكل سواء تكون ماديه او امور اخرى حقيقه اداريه، لان الجانب الاداري عاده ما تلقي بظلالها على الجانب الفني. او موسم واحد الاستقرار مهم جدا، الموسم هو هذا اللي يخليك انت تقدر تستقر مع الجهاز الإداري، هم يقدرون يستقرون مع الجهاز الفني. أتمنى من جمهور الجوية أن يدعم الفريق وهو معروف علي بهذا الجانب. الفريق النادي أو الفريق أو يحتاج الجمهور في الوقت الصعب ليس في الوقت تحقيق بطولات. الآن أكو ظرف صعب عليهم أنه يبتعدون عن كل الخلافات، لأن تعرف وجهات نظر، أكو جمهور أكو مقتنع برهذا أكو ما مقتنع برهذا، عليهم أنه يبحثون عن مصلحة الفريق والنادي في هذه الفترة.